طبعا مين فينا ما بيحب يكون بيته فولي اوتوميتد عن طريق ابلكيشن بالموبايل او الايباد، سواء كان بالبيت او خارج البيت، يتحكم بالاناره، الابواب، الكاميرات وايضا السنسورز. ولهالسبب انا حاليا موجود بالبوث الخاص بشركه سيترونيك لنحكي اكثر عن هالسيرفيس. معنا استاذ امجد. مرحبا استاذ امجد، وحابين نعرف منك اكثر عن هالسيرفيس، مداها، هل هي سيرفيس فعلا فعاله ولا هي للمدى البعيد ليست فعاله؟ السلام عليكم. طيب، هي الخدمة تبع السمارت زون تبعنا هي عندها علاقة بالإنترنت الأشياء، اللي هي تقريبا شيء يعني هو زي امتداد طبيعي بالنسبة للإنترنت، فتطبيق لها في حياتنا اليومية، يعني ما بس هو إنك تبحث في شيء في الإنترنت أو كذا. فالمنتج اللي احنا نعرضه اليوم هي كيف إنك تقدر تتحكم في المنزل، أوكي، بشكل سهل وسلس ومأموم، يعني من غير اي اشكالات. فعندنا بعض من المنتجات، اوكي، اللي هي يعني مثلا كمثال مثلا اللامب، اللي هي مثلا تقدر تتحكم فيها من على البعد من اي مكان في العالم، تقدر تغير الوانها، تقدر تطفيها، تقدر تعمل الضوء خافت، تقدر يعني تتحكم فيها بشكل كويس جدا. هي واحدة من المنتجات. عندنا منتج تاني مثلا زي سنسرز، انه مثلا كل الباب يفتح ويقفل انت تاخد مثلا زي مسج انه في حد فتح الباب، من ناحية حق السيكوريتي تكون مفيدة جدا جدا بالنسبة هناك. عندنا السمارت سويتش اللي تقدر تتحكم فيه برضو في الاضاءة، اذا عندك اضاءة اصلا موجودة تقدر تتحكم فيها بنفس الشكل، وتقدر تتحكم فيها بنفس الوقت بشكل مانيوال، يعني حتى اذا عدم توفر الانترنت تقدر تستعمله بشكل بنفس الشكل. طيب استاذ امجد، بدي اسالك، هل هالسوليوشن بحاجه ليكون في تمديدات معينه، او هو ممكن يتكل او يعتمد على الامدادات الموجوده اوريدي كامدادات كهرباء عاديه؟ لا، هي الميزه يعني في السوليوشن تبعنا انه ما يحتاج اي شيء، كل اللي تحتاجه انه يكون عندك واي فاي، واللي هي صارت يعني متوفره في كل المنزل اي حد مننا، اوكي، وما تحتاج شيء اخر. حتى بالنسبه لي يعني للتركيب هو DIY، فأي حد يقدر يعني يركبه من غير أي إشكال. يعني كمثال، عند طفل صغير يعرف يستخدم السوليوشن، عمره 6 سنوات يعرف، يعني أنا متحكم في البلاي ستيشن تبعه، فهو صار يأخذ الموبايل تبعي ويمشي يشغله. فهذه يعني هي تكنولوجيا متوفرة لأي حد مننا بقدر يعني بسيط جدا 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 من الدرايف الإنترنت وبعض من التكنولوجيا، وتستعمله استعمال عادي. صراحة يعني حتى الواحد لما يبدأ يستعمله تصير جزء مهم جدا في حياته، ما يقدر يتخلى عنها، يعني لأنها هي تسهيل للحياة بشكل ممتاز جدا، وزيادة في الكونفينينس والراحة طبعا. شكرا كتير لأستاذ عمجد، يعطيك ألف عافية.